لازم نخلي بالنا واحنا بنخاطب راي عام عام والناس بتسقف فلازم ناخد بالنا طب حضرتك بقالك سنتين يا باش مهندس بتعمل دراسات الاستاد واحنا ما نعرفش هل معقول ان انت تتعاقد مع شركه وانت الشركه دي تظبط نفسها وت... وتيجي وتقدم عروض ودفعت فلوس كتير جدا طب انا قريت الميزانيه ما كانش فيها فلوس دراسات الاستاد خالص كانش فيها اي اشاره لدراسات اللي كانت بخمسين الف ولا ب الف وبعدين نفترض وهذا غير صحيح نفترض ان سعادتك بالفعل المجموعه بتاعه الكابتن الخطيب نجحت هتيجي والله لو مشروعك كويس و و و و و هنضرب تعظيم اتفضلوا ايه المشكله هذا المشروع الحق اللي ما سمعناش عنه خالص مفاجاه النهارده لازم نسمع عنه والناس تسقف لا تفهم متاعي حضرتك قبل ما تسقف لازم تفهم متاعي لازم تبقى لازم توزن الكلام طيب انا مش هتكلم في جزئيه السست تاني اتكلمت فيها قلت لكم المفروض كاهلاوي الوهله الاولى اللي انا افرح وابقى سعيد لما النادي الاهلي كمان عمل ميزانيه قبل كده من سنتين نفس الكلام كان بيحصل او من ثلاث سنين اه ازاي الرقم ده لا مش مظبوط ونشكك فيه اه لكن الوهله الاولى كاهلاوي والدعاء الاهلاويه الطبيعي اي اهلاوي على وجه الارض ما في حاجه محترمه وكبيره بنفرح وبعد كده نشوف بقى نفصص بقى الموضوع بقى ايه الخطا اللي هنا لا ده ده مش صح ده بس اول حاجه بفرح ده ما بنشوفوش طيب ايه كمان انتوا شايفين ده ما في ممنوع ممنوع تسقف سخريه من اعضاء الجمعيه العموميه اعضاء الجمعيه العموميه اللي مش عاجبين حضرتك اللي بيسقفوا هم دولت اللي بيجيبوا رئيس النادي الاهلي وبيجيبوا اعضاء مجلس الاداره وبيجيبوا امين الصندوق دي وصلت اللي كمان حضرتك بتسخر بيهم عادي مش عاجبك اللي هم يسقفوا انا مش فاهم هو الاهلي ايه فكره اللي البعض واصي عليه دي انا 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 بجد مستغرب جدا واحد اول مره يشوف الكلام ده الناس بتسقف فرحانه من جمله اتقالت فرحانة بمشروع هيتعمل فرحانة من أي حاجة طيب هقول لحضرتك على حاجة هو في ماتش جوه النادي بتذاع بلاش الجماهير عشان الجماهير أساسا كده كده مش بتحبك أنا بكلمك بصراحة فخلينا نروح للأعضاء في ماتش داخل النادي الأهلي و سقفوا في جون حرام يسقفوا لما الأهلي يجيب جون بصراحة فمش فاهم ممنوع اعضاء الجمال العموميه النادي الاهلي قاعدين في ندوه انتوا بتسقفوا على اي حاجه انتوا بتقولوا اي حاجه اي حاجه تسقفوا من غير ما تفكروا كده حتى دول اشرح حضراتكم السيناريوهات اهو ولا استهد ولا تجمع خامس ولا اي حاجه غير الدنيا سودا وانا اتفهم وده اللي انا بنصحكم بيه هل حضراتكم بتشوفوه بنعرضه يخليك طول الوقت تصدق أي حاجة تتقال. اه في حاجات سلبية، مفيش حاجة وردية، علم الإدارة بتاخد قرار خاطئ وعلم الإدارة اللي بتعمل حاجة تغضب البعض وتصححها، علم الإدارة اللي مش الدنيا مش وردية. ده ده طبيعي جدا عشان عشان تقوم وعشان تاخد قرارات سليمة وعشان يبقى الأهلي، لازم كل ده يحصل في علم الإدارة. بس الشطارة والجدعنة اللي تبقى جوه البيت. ويبقى فيه الاختلاف جوه البيت مش هتقال الكلام اللي احنا قلته في بدايه الحلقه اللي احنا بنشوفه من هنا حتى اعضاء الجمعيه العموميه اللي هم جزء كبير من النادي الاهلي مع جماهيره واعضاء الجمعيه العموميه هم اللي بيختاروا مين يبقى رئيس الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه هم اللي بيقولوا مين يجي عضو هم اللي بيقولوا مين يجي امين صندوق هم اللي بيقولوا مين يجي رئيس نادي بنتريق عليهم ومش عاجبنا عشان الكلام مش على هوا حضرتك فنتريق عليهم انتوا كل حاجه تسقفوا زي ما حضراتكم شفت انا ما جبتش برده من عندي انا قلت لحضراتكم شوفوا الصوره واحكموا لان احنا بنرصد كل حاجه وبنعرضها لحضراتكم مفيش حد اترحم قناه نادي اعضاء جمعيه عموميه بتتكلم في مشروع تتكلم في تطوير لا ما طورتش يتقلبوا دي حتى عيب اخلاقيا لاسم النادي الاهلي الكبير وبعدين سبحان الله في كل الانتخابات محايد طرف مع طرف كل الانتخابات محايد طرف مع طرف كل مرة يتبنى فكرة طرف ضد طرف والطرف التاني يا عيني بيموت الطرف التاني بيتحن بيتحن والطرف اللي يتأيد مش هقول عشان ما تحسبش عليا ماليش دعوه يعني كفايه عايزين هدوء عايزين نسيب اللي عايز يسقف سيبه يسقف واللي عايز يضحك سيبه يضحك واللي عايز يعيط سيبه يعيط ولا دي كمان حتى الضحكه هنتدخل فيها بتاعت حتى التسقيفه التسقيفه بتاعت اعضاء الجمعيه العموميه كمان داخل فيها لا اله الا الله نروح اللي بعد كده اتفضل